خلونا نروح في البداية لبث مباشر من داخل نادي الزمالك، ناخد زميلنا العزيز محمد ساهر مراسلنا من قلب ميت عقبة، نعرف منه الجديد داخل مدرسة الفن والهندسة. يا ساهر نهارك أبيض، وماذا لديك اليوم بعد ترحيب نيرفال؟ نهارك أبيض يا ساهر. نهاركم ابيض احمد ونيرفانا، واهلا بكل مشاهدي قناه الزمالك في كل مكان. النهارده طبعا من نادي الزمالك والكواليس، دايما زي ما عودنا جمهور نادي الزمالك من داخل نادي الزمالك، النهارده هيكون في تجمع للفريق الاول بعد راحه 3 ايام. مستر فيرير عمل النهارده تجمع، وهيبقى التدريب الساعه النهارده استثناء كده الساعه 8 مساء، وفي محاضره قبل التدريب. طبعا الصفقات الجديده بقى خلاص هتنضم للعيبه القدامى طبعا عشان يشرح لهم المرحله اللي جايه. طبعا الزمالك عنده مباراه مهمه جدا ومحطه مهمه جدا في دور ال 32 مع فلامبو البوروندي بعد ما تاهل على حساب الاتحاد الليبي، وكانت مباراه يعني مفاجاه لفريق فلامبو اللي بيدرسه دلوقتي مستر فيريرا عن طريق الفيديو عشان يحفظ اللعيبه يعني مراكزهم ونقاط القوه والضعف ويذاكر الفريق كده بلغه الكوره. هنتكلم اكتر باستفاضه مع الكابتن عادل الدسوقي اللي مشرفني دلوقتي يعني عضو اللجنه الفنيه ولجنه الاستثمار بنادي الزمالك. كابتن عادل برحب بيك ونهارك ابيض بخط نهائي. اهلا سامر، صباح الخير عليكم، مساء الخير عليك وعلى ريفانا وعلى احمد وكل جماهير نادي الزمالك الحبيبه. كابتن اكيد بعد صعود نادي الزمالك لدور 32 في افريقيا، مباراه مهمه جدا في لامبو اطاح بالاتحاد الليبي، مباراه مهمه جدا يعني هتنضم الصفقات خلاص هتشارك في دور 32 الصفقات اللي عملها نادي الزمالك. شايف المباراه ازاي وتقييمك لهذه المباراه؟ هو عامة هو المفروض الزمالك ما يشتركش في الأدوار التمهيدية لماتش تشاد بطل تشاد اللي احنا لعبناه، بس يعني احنا نادي الزمالك أنا اعتبرته إن هو مباراة تجريبية، كأننا بنعمل فترة إعداد ومحتاجين فرق ننفذ عليها طرق اللعب وخطط اللعب اللي بيتبناها مستر فريرا، فأنا اعتبرتها يعني ناحية إيجابية لتدريب نادي الزمالك عليها. لكن من المباراة اللي جاية هيبتدي الاختبار الحقيقي اللي هو لما بتلعب نادي في لامبو البوروندي. طبعا البوروندي من الدول المتوسطة في الكرة او يعني فوق المتوسط، يعني كرتها كرة جميلة بتعتمد على اللياقة البدنية العالية والقوة الجسمانية والكفاح في الملعب، و الأعمار السنية صغيرة في النادي طالع من فريق يعني طلع ممتاز، فواضح ان هو عامل مجهود كبير وجايب لاعبين صغار السن. اللاعبين صغار السن في الملعب ومرحلة السن بتدي طاقة في الملعب وحماس وكفاح وتحمل عالي، وعندهم القوة والسرعة والتحمل فبتبقى عالية. فاحنا لما نيجي نلاعب الفريق ده هتبقى الماتش هيبقى يعتمد على لياقة بدنية عالية والقوة الجسمانية، وهنعاني شوية من الفريق. لكن طبعا لازم مستر فيرا بيدرس الفريق ويدرس نقط قوته ونقط ضعفه ويحاول يلعب على النقط دي. لكن طبعا نادي الزمالك بخبرته وتكتيكه العالي ومستواه وبطل الدوري المصري وبطل الكاس وقدراته العاليه قادر ان هو طبعا يخطي المباراه. هنا يدخل دور المجموعات، طبعا يدخل دور المجموعات، وان شاء الله يكون الفوز لنادي الزمالك يعني ان شاء الله ان شاء الله بكل اريحيه ان شاء الله، ويستخدم مستر فيرا طبعا اللاعبين اللي هم الجداد اللي هم بقى ابتدوا يخشوا على الفرقه عشان يحصل تأقلم وتجانس. ناخد من كلام حضرتك المدير الفني يعني اتكلم على المباراه وذكر تحديدا زيزو وشيكابالا، شايف كمان ممكن عناصر جديده تدخل في المباريات دي صفقات جديده؟ وطبعا انا المفروض ان المفروض زيزو، المفروض الونش، المفروض اللعيبه اللي هي كان عندها هارد وورك، اللي كان عندها هيفي ديوتي، دول اللي لعبوا فتره طويله مباراه الدوري وكاس بدون استثناء. انا يعني انا يعني بشفق عليهم من حتى مباراه المنتخب، يعني اللعيبه اللاعب لازم ياخد فتره راحه فيسيولوجيا، ان هو يبعد عن الكره عشان يقدر يعمل بناء نفسه من جديد. يدفع بصفقات جديده ولا صعب؟ لا ليه بقى يدفع خلاص، ما هو دلوقتي يعني انا يعني الاسبوعين اللي مصر فيها بتبتدي التمرين عليهم هيدخل العناصر الجديده عشان يحصل تاقلم وتجانس بين اللاعبين، ويفضل بقى يطبق طريقه لعبه 3 4 3 او هو الطريقه اللي يشوفها المناسبه اللي هي البشقيه الدفاعيه والهجوميه، عشان يقدر كل لاعب في الملعب
يعرف مهامه كتمركزه كمدافع او مهاجم، ووظيفته امتى يهاجم وامتى يدافع، امتى يتساعد مع خطه سواء دفاع خط الدفاع او خط الوسط خط الهجوم. فلازم يحصل تفاعل وتجانس، واللاعب يعرف يقرا او يعرف المدرب طالب منه ايه في الملعب. بشكرك بقى، وقتنا يعني جري معاك بسرعه، ان شاء الله نتقابل ان شاء الله واحنا في دور المجموعات ان شاء الله، ودايما متالق معانا. شكرا كابتن علي. اشكرك وان شاء الله دايما على خير، وانا سعيد دايما بلقائكم، وتمنياتي كل خير لنادي الزمالك وفريق الاول نادي الزمالك. شكرا كابتن علي. اشكرك كابتن. اشكرك. كلام مهم جدا من الكابتن عادل الدسوقي عضو اللجنه الفنيه ولجنه الاستثمار بالنادي. عايز ابعت برقيه عزاء لكل الزملكاويه في طبعا وفاه نجم الكره الظهير الطائر كابتن محمد الرفاعي اللي وفاته المنيه، يعني لاهله الصبر والسلوان. النهارده العزاء هيكون في الحمديه الشاذليه بجانب نادي الزمالك، وطبعا ما ننساش دور المستشار مرتضى مع قدام اللاعبين دايما معنويا وماديا بعد ما بيبطلوا تدريب وبيسيبوا سلك التدريب. دايما دور المستشار مرتضى تحديدا ما كانتش موجوده من زمان، دوره معنوي مهم جدا ومادي لكل قدام اللاعبين. دي كانت كل كواليسنا، انا احمد نرفانة اليكم الكلمه، تفضل. نشكرك طبعا، شكرا جزيلا محمد ساهر زميلنا العزيز، وربنا طبعا يرحم كابتن محمد رفاعي.